لك أهلاوي. والله شوف إذا هبط الاتحاد ترى مشكلة، ما حيكون عندنا منافس. شوف أنا ما أتمنى أن الاتحاد يهبط، لأنه بأمانة وبصراحة الدوري ما في اتحاد تمام راح طعم الدوري. صراحة ما أتمنى يهبط، لأن يعني الاتحاد فريق كبير، وهبط يعني حتروح حماس الدوري والديربي الأهلي والاتحاد. ما أتمنى الجار لو جار. والله أقول لكم بكل أمانة نبغى الاتحاد عشان يصير تنافس بيننا. لا الصراحة لا، يعني اتحاد مهما كان، شو اخوياني اتحاديين، بعض من اهلي اتحاديين، وفي نفس الوقت الاتحاد فريق كبير يستاهل. تخسر مو بس يا كمنافس، تخسر انت كنادي كبير من انديه الكره السعوديه.